السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده انا جايب لك سحر من اسحار الاكسل، وفعلا فعلا من حاجات المهمة جدا ان انت تعملها في الاكسل. بص، لو انت بتعمل تقرير يومي اعتيادي جدا بتعمل فيه نفس الخطوات فالفيديو ده ليك. لو انت بتعمل حاجة كده روتينية كل اسبوع، كل 10 ايام، كل شهر بطريقة يعني تقليدية او طريقة روتينية، الفيديو ده فعلا دي. لو انت بتعمل بنفس الخطوات بس البيانات من جوه مختلفة، ده هو ده الفيديو ده اللي نفس الخطوات. يعني بقول لك مثلا انقل العمود A للعمود B ومن العمود C للعمود G وهكذا. بص دلوقتي انا عندي الداتا دي اسامي الموظفين، وعندنا هم تبع انهي منطقة، فاحنا دلوقتي عايزين نقسم كذا منطقة هنا بالموظفين بتوعنا. فانا هنبتدي في حاجه اسمها ماكرو، ده اللي جاي لك عليك السحر من سحر الاكسل. في حاجه هنا في الديفلوبر اسمها ماكرو، في الديفلوبر هنا ممكن ما تلاقيهاش عندك. فانت عشان تشغلها تعمل ايه؟ تيجي مثلا في هوم او في اي حاجه وتروح دايس في اي حته فاضيه كده، كليك يمين، كاستمايز ذا ريبون هو ده، وهتلاقي حته الديفلوبر دي. لو هي عندك مش عليها علامه صح افتحها عليها علامه صح وكده دوس اوكي. تمام، بقى دلوقتي ظهرت عندك الديفلوبر. في حاجه اسمها ريكورد ماكرو، كل اللي تعمله ان انت هتدوس ريكورد. كل انا قبل ما ادوس ريكورد هقول لك انا عايز اعمل ايه. انا عايز اولا اظبط اسامي ال دي، يبقى اسكندريه لوحدها والدلتا لوحدها وكل حاجه، وكمان ناخد الاسكندريه بس ونحطها في تاب هنا، وناخد الصعيد بس ونحطه في تاب هنا، وناخد الدلتا بس ونحطها في تاب هنا. تمام، قبل ما نفتح ده كله احنا هنعمل بس ناخد دول بس كده كوبي، علشان احنا عايزين نفتحهم يعني عشان نشتغل عليهم بعد ما نعمل النتيجة. هقول لك انا ازاي. اهو نخليها دي كده، انا نقلتها كده في اكسل شيت لوحده وهنخليها كده على جنب. تمام، هنيجي هنا دلوقتي وندوس على كلمة ريكورد ماكرو. الموضوع ده اللي انت بتسجل كل خطواتك الروتينية وتسجلها وتعملها مرة، ندوس على ريكورد ماكرو. وليكن نسمي الماكرو ده ايه؟ نسميه باسم سورت داتا او سورت داتا. تمام، ونروح حاطينه على بيرسونال ورك بوك، على الورك بوك ده. تمام، على بيرسونال عشان بعد كده نستخدمه بعدين. ندوس اوكي. ما ينفعش ان احنا نخليها ما بينها سبيس، يعني نخلي مثلا سورت داتا ونخلي ما بينها اللي هي اندرسكور. ندوس اوكي. كده احنا فاتحين ريكورد ماكرو اهو لسه شغال تحت اهو. هنروح دلوقتي عاملين سورت ب A to Z، بعد دلوقتي اسكندريه الاول، القاهره الثاني، وهكذا A B C D وهكذا. بعد كده نروح مفلترين على كلمة ونكتب هنا، ما نعملش selection، نكتب هنا Alex. بمجرد ما تكتب Alex دوس اوكي، هتاخد دي كده وتعمله كده، تاخده كده كوبي وتفتح كده تابة جديدة وتحط Alex دي هنا، وتحط تكتب هنا Alex، تعمل كده وتظبطها. تمام، وتيجي ترجع تاني تدور على كايرو، تكتب سي اي اي، تروح دايس اوكي، تاخد كده وتروح نازل تحت، تروح تاخدهم كنترول سي وتاخدهم هنا كده وتحطهم كده كنترول في، وتكتب هنا كايرو. وبعد كده تيجي هنا تنقل هنا مثلا، تدور على كانال سي اي ان، بعد كده تدوس اوكي وتاخدهم كده اهو كده، دوس شيفت كنترول واللي هو الارو اللي هو السهم اللي تحت ده كده، تاخده كده كوبي وتنزل تحت كده، تكتب هنا كانال. معلش انا بطول عليكم، بس الموضوع فعلا فعلا مشيق جدا، لما تلاقيه في الاخر الموضوع هيعجبك قوي. وتيجي هنا نخليها دلتا سنتر، دي تبقى اخر حاجه، دلتا وتكتبها كده تدوس سنتر، ونروح دايسين اوكي ونعمل كده وناخدهم كده ونعمل دي كده ودلتا، نكتب كده دلتا سنتر. تمام، بعد كده عندنا 1 2 3 4 اربع طرق اهي، وبعد كده نعمل دي كده اهو، بعد كده نروح قافلين الماكرو. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا قسمنا كل الداتا لتابات معينه، اللي هو الاسكندريه لوحدها، دلتا لوحدها، القناه لوحدها، كايرو لوحدها. الموضوع ده فعلا فعلا هيفيدكم جدا يا جماعه، اللي هي الموضوع ان هو فعلا فعلا مفيد. هنروح دلوقتي خلصنا الشيت اهو، خلصناه، هنروح قافلين اهو وندوس دون سيف
اهو ونروح فاتحين بقى الشيت بقى بتاعنا احنا. الشيت اهو، الشيت اهو اللي احنا خدناه لوحده. تمام، هنروح دايسين على ديفلوبر، ديفلوبر اهي، ونعمل على ماكروز. او احنا دلوقتي عايزين نرجع الشيت ده تاني، يعني نعمله بقى بطريقتنا احنا. خلاص سجلنا الخطوات بتاعتنا وعايزين دلوقتي نرجع الشيت ده اللي هو بقى يشتغل بقى. هنروح دايسين على ماكروز، ونروح جايسين دايسين على سورت داتا. سورت داتا، بمجرد ما تدوس على سورت داتا ودوس ران، بص ايه اللي هيحصل. مساء الخير. بصوا يا جماعه، المشكله كانت في ايه بقى؟ المشكله لما انا جيت عملت الماكرو، بص اقول لكم الفكره كانت في ايه. لما اجي ادوس هنا على الديفلوبر وادوس على ماكروز هنا واعمل سورت داتا، بيجي لي ايرور. ايرور ليه؟ لان انا وانا بسجل الماكرو كنت فاتح هنا الفلتر، كنت دايس هنا على الفلتر، ببقى فاتح الفلتر هنا. يعني لازم تبقى كل خطوه انت عاملها تبقى حاسبها كويس. تمام، يعني انا كنت فاتح الفلتر، لو انا شايل الفلتر اهو، اول ما هاجي ادوس على الماكرو هنا هيروح قايل لي ايه، ادوس على سورت داتا هيروح قايل لي ايه غلط. طب افتح بس الماكرو الداتا وافتح بس الماكرو بس، واجي بقى اعمل هنا على ديفلوبر. بصوا لو تلاحظوا هو شيت واحد اهو، بمجرد ما هاجي على ديفلوبر وادوس ماكرو وادوس على سورت داتا، بسم الله اهو بقى. بص ركز اهو، اولا عمل سورت للداتا، نقل الدلتا بقت لوحدها، القنال بقت لوحدها، الكايرو بقت لوحدها، اليكس بقت لوحدها. اقسم بالله الموضوع ده فعلا اختراع، فعلا فعلا اختراع، والله العظيم بكلمكم بجد. الاكسل ده، الماكرو دي بالذات اختراع. الماكرو دي فعلا فعلا هتفيدك كتير جدا جدا جدا، ان انت لو انت بتعمل اي ريبورت او اي تقرير يومي او اي معادلات روتينيه تظبطها جدا بالاكسل ده، بالماكرو ده بس كده. ولو عجبك الفيديو اتمنى اتمنى لو بعد اذنك تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناه، لان فعلا محتاج دعمك. انا اسمي محمد تحسين ومن قناه سرشكي، وفعلا فعلا محتاج دعمك. اتمنى بس ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.